صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 18 لسنه 2017 باستبدال عضو في مجلس اداره بنك الاسكان وجاء في الماده الاولى من القرار انه يستبدل الشيخ احمد بن عيسى الخليفه بالسيد يوسف صالح خلف في عضويه مجلس اداره بنك الاسكان. وتكون مده عضويته بالمجلس لنهايه مده سلفه وجاء في الماده الثانيه ان على وزير الاسكان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه